كأنه طفلك المنتج، يعني انت مسوينا من البداية من لا شيء. انا احب الكوفي، بس المشكلة كانت ان ما حصل الكوفي اللي احنا نحبه في الوطن. بودرت فكرة ان ليش انا ما اقوم بعمل مشروع يقوم بتعبئة وتصنيع القهوة المحلية اللي احنا نحبها، قهوتنا العربية. فهني تولدت فكرة دالاسبرسو في 2016، ان احنا نحول المذاق العالمي الى منتجات شنو محلية بس بجودة تكون شنو عالمية. ففي نهاية سنة 2018 استطعنا ان احنا ننتج اول كبسولة محلية بذوقنا وتراعي الاذواق المحلية. كان عندنا هدفين، الاول ان احنا ما نقلد احد، فما راح تشوف ان احنا قمنا بعمل تقليدي لاي منتج اخر، وهذا شيء نفخر فيه. الشيء الاخر اللي نفخر فيه ايضا ان احنا نستخدم منتجات طبيعية 100%. بدينا بنكهة، اليوم عندنا 20 نكهة، واحنا نطلع ان شاء الله السنه القادمه احنا نرفعها الى 30 نكهه، وهذا الشيء اللي يخلينا نشارك في بيبان، لان في النهايه انت تحتاج الى المسانده. انت توصل لمرحله خلاص تضطر انك تحتاج، عشان توصل للعالميه تحتاج الى دعم. اعتقد بان برنامج بيبان هو البرنامج اللي راح يدفعنا للعالميه، وراح يطور من انتاجنا، يكبرنا ويحطنا على الطريق الصحيح بأنه يوالفنا أو يقوم بجمعنا مع مستثمرين عندهم خبرة أوسع منا في هذا المجال، ممكن نستفيد منهم. أنا في النهاية الهدف الرئيسي مالي هو شنو؟ هو الانتشار، والانتشار تحتاج إلى شنو؟ تحتاج إلى مساندة. هذه قصتنا بكل بساطة.